الشوط السادس شوط الختام سباق التكافؤ ينطلق بمشاركة عددية لأربعة عشر من الخيول المهجنة الأصيلة ولمسافة السرعة 1200 متر على الأرضية الرملية في انطلاقة سريعة في اندفاع قوي يقود نيتيا للمقدمة والصدارة، بينما في الملاحقة هناك مينيا توريس المركز الثاني، وهنا نجم السيل يبدو في موقع مميز من خلال الانطلاق، بينما المركز الرابع هنا الدخول القادم في انطلاق كراود مانيا المركز الرابع، والمحاولات قادمة الآن في التقدم بشكل مميز من خلال هذه البداية. بدأ هايلين يتقدم من خلال هذه اللحظة إلى المراكز الأولى من خلال هذا الاندفاع، ومينيا توريس أيضا يبدأ بالدفع في هذه اللحظات. مينيا توريس في هذا الانطلاق وفي هذا المسار يحمل أيضا هايلين على المقدمة من خلال الفيرلونج الأخير في هذه اللحظات. هايلين إذن هنا بظهوره المميز الأول هنا في هذا المضمار يحقق الانتصار. هايلين وإسماعيل كايونكو ينجح أيضا بالفوز بالمركز الأول في ختام هذا الشوط المثير بعد المشاركة الأولى القادم هناك من مضمار هايدوك.